للمزيد معنا من اسطنبول الدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور يحيى الطائي، بداية مرحبا بك. بيان الهيئة أكد أن البصرة تذبح بطريقة لا تقل خطورة عن الأدوات التي دمرت بها مدن أخرى بعد عقد ونصف العقد من حكومات الاحتلال. يعني ماذا تستنتجون من هذا الواقع الذي وصل إليه العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، البيان كان واضحا في توصيف ما يحصل في البصرة. يعني إلى الآن التقارير الدولية والحكومية تشير إلى أن هناك أكثر من 18 ألف حالة مرضية جراء تلوث المياه في البصرة، يعني خاصة في قبائل فاو وناحية السيبة وأبو الخصيب وغيرها من مناطق البصرة ومركز البصرة. هناك يعني هذه الحكومة، حكومات الاحتلال المتعاقبة، مع شديد الأسف لم تعمل شيء للمواطن، لا في الوسط ولا في الجنوب ولا في كل هذه المناطق. الغاية الأساسية أنه كل هذه الأحزاب أن تمكن نفسها عبر يعني المال السياسي وتوظيفاته وغيرها، وأهملت المواطن. المواطن لا يشكل عند الطبقة السياسية الموجودة إلا رقم انتخابي فقط، أما أن تهتم بهذا المواطن فهذا يعني غير موجود نهائيا. يعني هذه البصرة نوعا ما مدينة، يعني ربما ما يقولون أحيانا المناطق الأخرى مناطق ساكنة، لكن مدينة البصرة مدينة هادئة. لماذا لم توفر لها الخدمات؟ إلى الآن لا توجد يعني الأوضاع الصحية متدهورة، الأوضاع البيئية متدهورة، أوضاع المواطنين متدهورة، التدهور في كل مجالات الحياة في البصرة وفي كل المناطق طبعا، لكن حالة البصرة الآن تأزمت أكثر. بعض رموز العملية السياسية بعد الاحتلال كانوا يطالبون بإنشاء إقليم في البصرة، في حين نرى أن البصرة اليوم يعني أهملت إلى درجة كبيرة. لماذا البصرة تحديدا دكتور؟ يعني كما تعلم البصرة يعني لها أكثر من اعتبار جغرافي وجيوبوليتيكي وكثير من المسائل. عملية البصرة تمثل هي الثغر العراقي، المتنفس الوحيد للعراق، ثم هناك حدود مشتركة مع إيران وغيرها. هنا يعني تأتي اللعبة السياسية، فالكثير يعني عملية الضغط على أهل البصرة له دوافع كثيرة من دول الجوار وغيرها، ولذلك يعني عملية أنه جعل البصرة مدينة غير قابلة للعيش هذا يمثل مخطط سياسي أهداف أخرى. إذا كان توظيف المال السياسي جار إلى الآن والمواطنون لا يشكلون إلا رقم انتخابي كما وصفتم، يعني هناك تظاهرات، هناك اعتصامات في محافظة البصرة، هل لها من انعكاسات على الشارع البصري أو على ما يجري فيها أو على الإهمال الحالي فيها؟ بالتأكيد أخي الكريم، المواطن البصري صبر سنوات كثيرة، يعني هو صابر أكثر من 15 سنة على هذه الأوضاع، وكانوا دائما مع يعني الطبقة السياسية تجعله يعني يخاف من عملية التغيير، أنه إذا ما حصل تغيير سيكون القادم أسوأ. ما هو أسوأ من الوضع الذي يعيشه الآن المواطن البصري؟ لا وظائف، لا خدمات، لا بنى تحتية، كل شيء، فقد كل شيء، فوصل إلى حالة يجب أن يعني يخرج على هذا الواقع ويطلب التغيير مهما كان ثمن هذا التغيير. سابقا يخوفونه بالتغيير أنه إذا تغير الوضع ستكون هناك حالة أخرى وغيرها. الآن المواطن البصري سئم كل هذه الأمور، الآن لا تنطلع عليه الأكاذيب ولا تنطلع عليه حيل السياسيين ولا تنطلع عليه كل هذه الأمور. الآن خرج ليطالب بحقه كإنسان كبشر. يعني من غير المعقول أنه مدينة كاملة تفتقد إلى مياه صالح للشرب، وعندما تأتي الحكومة لتعالج هذه القضية تزيد الطين بإلا، ترسل لهم سيارات حوضية هي أصلا مخصصة لنقل مياه المجاري، مياه المجاري الكريهة والثقيلة، ثم ينقل بها ماء للمواطن العادي، وهذا زاد من حالة الإصابات في حالات التسمم وحالات المغص المعوي وغيرها من الأمراض التي فتكت في المواطن البصري. المواطنون في البصرة خرجوا على هذا الواقع وطالبوا فعلا بالتغيير، ولكن يعني هناك الوجوه ذاتها ستتصدر في المشهد العراقي مستقبلا. يعني من وجهة نظرك إلى أي نقطة تريد الحكومة
أن تصل بالمواطن العراقي رغم هذه المطالب، هل سيكون هناك يعني قمع أكثر من القمع الذي جرى؟ بالتأكيد الحكومة لن تقدم شيء للمواطن البصري، لأن هناك اعتبارات سياسية كثيرة. يعني على سبيل المثال أزمة المياه، أزمة المياه هناك أكثر من ارتباط. المسألة الأولى أنه عندك يعني إيران ترمي نفايات المبازل والنفايات في شط العرب، كذلك أنه حولت مجال كثير من الأنهار التي تصب في شط العرب وغيرها، حولت مجال الأنهار، قطعت الأنهار عن مدينة البصرة. فمثلا ماذا ستفعل هذه الحكومة لإيران وهي تابع ذليل إلى إيران؟ فبالتالي لا تستطيع حل هذه المشكلة، وكثير من المشاكل لا تستطيع حلها الحكومة، أو بالأحرى غير قادرة على أن توفر شيء للمواطن البصري. مهما كانت الظروف لن يتغير واقع المواطن البصري والمواطن في العراق إلا بتغيير العملية السياسية وتغيير الواقع السياسي في البلد. الدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لك.